أبطال حلوين أمهات حبيباتي، أبطال حلوين. طبعاً إحنا أخذنا الهمزة الدلوعة والقمازة وشرحناها وعرفنا إنه إذا هي وحدها نقراها إيه، وإذا جت ويا الحركات راح تياخذ صوت الحركات. هاي الهمزة الدلوعة تقعد على السطر إيه، وتقعد هي على آ وعلى الكرسي، هذا الكرسي مالتها من تتعب وتقعد على آ. اليوم راح نتهجر الكلمات اللي بيها الهمزة. شوفوا هاي الكلمة، هنا جتي هذا حرف الآ وجتي الهمزة قعدت فوقها وجتي الضمة، فنقراها أو أو، نتهجر هاي الكلمة أو إن أون، بو أو بو أون بو، ب أم بو أو إن أون، بو أو بو أون بو، بأنبوب أنبوب. نتهجى كلمة، هاي الكلمة نتهجاها، شوفوا هاي الآ جت الهمزة قعدت فوقها وجت الفتحة، فمن نقراها أ ق أق، الآلة أقلا أم أقلام، أ ق أق، الآلة أقلا أم أقلام. نتهجى هاي الكلمة ام اي مي امير، ار امير، ام اي مي امير امير. نتهجى كلمة ام، او ام امو امو، مرتين نتهجاها الام لانه عليها شدة وضمة. نتهجى كلمة اردن، أردن، أو أر أر، دو أردو، إن أردن. نتهجى كلمة أربيل، أ أر أر، بي بي أربي، الأربيل، أر أر، بي بي أربي، الأربيل. نتهجى كلمة إبريق، إي ب إي ب إب، أر إيري إبري، ق إبريق. نتهجى كلمة أنا، أ إن أنا أنا. نتهجى كلمة إقبال، إي ق إق، بأبا إقبال، إقبال. نتهجى كلمة أب، أ ب أب، أ ب أب. نتهجى كلمة قرأ، ق ر قرأ، أ قرأ. نتهجى كلمة أنا، أ إن أنا أنا، من نقول أنا يعني أشرع نفسي يعني آني أنا، أ إن أنا أنا. نتهجى هاي الكلمة برميل، بي أر بر، إم إي مي برمي، إل برميل، بي أر بر، إم إي مي برمي، إل برميل. أبطال تعمدون على تهجي هاي الكلمات، طبعا الكلمات الخارجية تفيدكم حتى تتقوون أكثر يا حلوين، حتى نضبط الكلمات، تمام يا أبطالي.